أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. تم زوال اليوم الجمعة إعطاء الانطلاقة الرسمية لفضاء ساحة الجامعة العربية والنفق تحت أرضي بطنجة في وجه حركة السير، وذلك بعد اكتمال الأشغال بهذا المشروع. ويندرج النفق تحت أرضي ضمن برنامج طنجة الكبرى بعد سنتين من إعطاء انطلاقته، ومن المرتقب أن يساهم هذا النفق في التخفيف من حركة السير التي تعرفها المدينة. إلى تطوان، حيث قام الأطباء الداخليون والطلبة الأطباء بوقفة أمام مقر المندوبية الجهوية للصحة بتطوان زوال أمس الخميس احتجاجا على مشروع الخدمة الإجبارية. ويرى الطلبة في هذا المشروع الذي يقوم على مبدأ الإجبار ظلما وحيفا في حقهم، وأكدوا بأنهم مستعدون للعمل في المناطق النائية باختيارهم شريطة الإدماج في الوظيفة العمومية، ويرفضون رفضا باتا استغلالهم لسد الخصاصة لمدة سنتين بدون تغطية صحية ولا تقاعد ولا احتساب للأقدمية. احتفاء باليوم العالمي للبيئة، نظم نشطاء البيئة بمدينة المضيق وقفة احتجاجية على ما يتعرض له المحيط البيئي بالمدينة من تخريب وإتلاف كاقتلاع الغابات ونهب الرمال دون اتخاذ أي إجراءات ضد المخالفين. صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي أمس بالرباط على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5205 المتعلق بمدونة السير. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير المكلف بالنقل يهدف إلى إيجاد حلول أكثر واقعية لحوادث السير بالبلاد. الهدف هو إجراء تعديل يضع أولا هدف تعزيز المنظومة القانونية الكفيلة بضمان السلامة الطرقية ومحاربة حوادث السير والحد منها، أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية والتدبيرية المرتبطة بهذا المجال، خاصة وأن إعداد هذا المشروع جاء على إثر 25 لقاء مع المهنيين. في الشأن الرياضي، وبعد تعاقد المغرب التطواني مع اللاعبين الإسبانيين خوسي مانويل وخيسوس رودريغيز، طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طلبت مسؤولي الفريق إمدادها بوثيقة من الاتحاد الإسباني لإثبات أن اللاعبين سبق لهما اللعب للمنتخب الإسباني، وفي حال العكس سيتم إلغاء العقد، وذلك على اعتبار أن الجامعة تفرض على الأندية التعاقد على الأقل مع لاعبين اثنين يحملان الصفة الدولية. توفي اليوم الممثل المصري العالمي عمر شريف عن 83 عاما بعد معاناة مع مرض الزهايمر. وكان شريف قد شارك في 25 فيلما مصريا قبل أن ينتقل إلى هوليوود، حيث لعب أدوارا مهمة ورئيسية في عدة أفلام عالمية. وقد حصل النجم الراحل على جائزة جولدن جلوب مرتين، وترشح للأوسكار لدوره في فيلم لورانس العرب عام 1962. بهذا الخبر نأتي مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. إلى اللقاء.